مرحبا أعزائي متابعين عالم السيارات أينما كنتم. اليوم رح نختبر مع بعض ونتعرف على الجيل السادس من هوندا CR-V يلي تم تزويده بمحرك جديد لأول مرة من 1500 سي سي مع شاحن توربو، وأيضا لأول مرة عم بيتوفر طراز CR-V بسبع مقاعد. واسمعوا وشوفوا أجهزة تعليق سوبر ممتازة، سوبر رائعة، سوبر مريحة وسوبر عازلة للأصوات. تصميم CR-V بيتشابه مع هوندا أكورد وهوندا بايلوت يلي قمت بتجربتهم بوقت سابق، وعم نلاحظ انه تشابه التصاميم يلي عم بيكون موجود على كامل طرازات هوندا. وهذا النظام صار معتمد مع كتير من شركات حول العالم يلي كل الطرازات عم تشبه بعضها بالرغم من أحجامها المختلفة. من الجهة الخلفية فينا نشوف تشابه مع CR-V السابقة ولكن بلمسات تجميلية، وعندنا أيضا المصابيح بتصميمها الجديد من الـ LED. من الداخل المكسورة أيضا نفس الشيء، تشابه مع كامل طرازات هوندا الجديدة، من أبرزها الهوندا سيفيك، هوندا أكورد إلى آخره. يا ترى هالعملية عم بتوفر من الأسعار لحتى تنعكس إيجابيا للمستهلك ويكون عنده سيارات بأسعار أرخص؟ برأيي الشخصي هاي العملية عم بتخفف من المصاريف على الشركات الكبرى، وعم بتخفف من مصاريف التطوير والتصميم، وهذا الشيء عم بخليهم يكون عندهم تصميم واحد موزع على كامل الطرازات. خلينا نبدأ بالشاشة الموجودة بالوسط بحجم 9 إنش. قدام السائق في عنا شاشة ولكن الاعدادات مش بالكامل ديجيتال، عنا عداد السرعة عادي انالوج، وجهة اليسار عنا شاشة بتعطينا معلومات مع دورات المحرك حجم 7 إنش. المقود مع 3 لتبديل السرعة وأزرار التحكم عليه مكسوب الجلد. فينا نشوف الشبك ومخارج المكيف، أقراص التحكم بالمكيف، مخارج USB عادية وتايب سي، ومخرج للشحن 12 فولت. عنا مكان لوضع أغراضنا بالكونسول مع شاحن لاسلكي، وعنا بعض الأزرار الموجودة بالكونسول يلي هي نظام القيادة الاقتصادية، نظام الهيل ديسانت، مكابح يدوية كهربائية، ونظام البريك هولد يلي بيخلي السيارة متوقفة بالرغم من إزالة رجلك عن دواسة المكابح. بنشوف كراسي بتصميم جميل ومريح جدا، فتحة بانورامية، عنا مساحة بالصف الثاني تعتبر جيدة جدا، أما بالصف الثالث فهي نسبيا تعتبر ضيقة وهي مخصصة للأطفال. بالنسبة للمحرك مثل ما سبق وذكرت، محرك جديد بالكامل من 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي مع شاحن توربو. قدرة المحرك 190 حصان والعزم 243 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من CVT. نسخة CR-V التورينج يعني بقوم بقيادتها تتوفر بنظام دفع كلي للعجلات. أربع فئات من CR-V هي LX وDX بتتوفر بنظام دفع أمامي، دفع ثنائي أكيد، ونسخة الEX والتورينج اللي معي تتوفر بنظام دفع كلي للعجلات. من أبرز الأشياء اللي تم تزويدها بالCR-V الجديد هو الصندوق الخلفي اللي يفتح ويغلق كهربائيا، صار عنا كاميرا ب 360 درجة، عنا أيضا 8 مكبرات صوت، نظام تخفيض الضوضاء داخل المكسورة، 8 وسائد هوائية، وعنا نظام الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، وفي عنا شاشة عرض للسرعة وبعض المعلومات على الزجاج الأمامي. أنظمة التعليق طرية مريحة هادية، بتوفر راحة عالية جدا بالمكسورة، والأجمل من هيك أنه عند المطبات ما عندك ضوضاء أبدا. ولحتى تعرفوا شو عم بحكي عن أنظمة التعليق وخاصة على المطبات، شوفوا الهدوء والنعومة، هيدي نقطة أكثر من جيدة جدا لهوندا، وهيك عودونا صانعين هوندا بسياراتهم على أجهزة التعليق المريحة ويلي ما بتسبب ضوضاء وضجيج داخل المكسورة. بالنسبة لأنظمة السلامة ومساعدة السائق تتوفر بشكل كبير
بهوندا سي ار في من خلال نظام الهوندا سنسينج، ولكن نظام الهوندا سنسينج تطور هالمره وصار عم بيعطينا انظمه سلامه عاليه وبتساعد السائق باوقات كثيره. من ابرز هالانظمه نظام تثبيت السرعه المتكيف مع حركه السير والتوقف التلقائي الى الامام الى الخلف، نظام البقاء داخل المسار وتحديد المسار، ابقاء مسافه بين السيارات، التحذيرات الى اخره. هيدي صارت كلها متوفره بهوندا سي ار في. بالنسبه للاسعار، بتبدا اسعار هوندا سي ار في بنسخه ال اكس 125000 درهم اماراتي، اما نسخه التورينج الاعلى بيوصل سعرها لحوالي 161000 درهم اماراتي. اكيد الاسعار تختلف حسب الضريبه المضافه. شو رايي بهوندا سي ار في الجديد؟ شو ابرز الايجابيات وابرز السلبيات؟ الايجابيات بالرغم من انه متوفر بمحرك صغير من 1500 سي سي، الا انه الاداء مازال متوفر بطريقه مقبوله وجيده، اما بالنسبه لمصروف الوقود يعتبر جيد جدا. انظمه مساعده السائق جميله جدا وعم تقوم بعملها على اكمل وجه. عزل الصوت صار افضل من الجيل السابق من ناحيه صوت الهواء وصوت الارضيه. اما بالنسبه للسلبيات، ناقل حركه سيفيتي، صف الثالث من المقاعد يعتبر ضيق نسبيا ومخصص للاطفال، وهذا الشيء بيخفف من مساحه التخزين بالصندوق الخلفي. واخر نقطه هي السعر المبالغ فيه بسياره بهالحجم وهالفئه، مع العلم انه في كتير منافسين دخلوا الى الاسواق وعم ينافسوا بقوه من ناحيه التقنيات، الجوده وحتى الاسعار. هذا كان رأيي الشخصي وهيدي كانت تجربتي لهوندا سي ار في الجديد. بتمنى تكون نالت اعجابكم، شاركوني تعليقاتكم وخبروني شو رأيكم. هلا صار وقت ودعكم، على امل انه نشوفكم بتجربة جديدة. الله يكون معكم.